لنتعرف أكثر فرح طبعا عن مرض السكري عند الأطفال وسبل العلاج. معنا ضمن مساحتنا الطبية رزان الحزواني، عضو مجلس إدارة الجمعية السورية لرعاية السكريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح صباح الورد. الخير عن جديد. اليوم اخترنا مرض السكري عند الأطفال. بالبداية خلينا نعرف أكثر عن مرض السكري وشو هي أنواعه. السكري عدة أنواع، تمام، وعندنا هون بالبلد منتشر بشكل واسع. يعني نسبة الإصابة عندنا هون بسوريا هي 10% من عدد السكان، فهي نسبة لا يستهان بها. في إجراءات كثيرة لحتى نحن نتابع هذا المرض ونلاقي له حلول. بالنسبة لأنواعه عندنا 3 أنواع لمرض السكري. النمط الأول المعالج بالأنسولين، النمط الثاني المعالج بالحبوب الفموية، والنمط الثالث هو سكر الحوامل، وفي نمط رابع هلأ عم بيقولوا عنه المودي اللي بيصيب الأطفال بس بياخدوا حبوب فموية. هي بالنسبة لأنواع السكر. بالنسبة للانتشار مثل ما قلت لكم هو منتشر بشكل كبير، يعني وصار في لازم يعني صار لازم يكون في إجراءات أكثر ومحسوبية أكبر لحتى نحن نقدر نوقف بوش الانتشار أو نعلم المريض كيف هو يكون طبيب نفسه ويقدر يعالج حاله بإشراف أطبائه طبعا ومثقفينه، ويكون حريص على أنه يحافظ على توازن سكر الدم بالجسم. نعم، خلينا نحكي كيف ممكن الأم تعرف أنه طفلها عنده أعراض سكري أو مصاب بالسكري؟ هلأ بالنسبة للأعراض عند الأطفال بتكون صريحة وواضحة، يعني بتجي عنيفة مو مثل النمط الثاني. النمط الأول بيكون عادة في رأسا بينزل الوزن، بيكون الطفل وزن زايد أو وزن طبيعي مباشرة خلال أسبوع 10 أيام تلاقي الطفل بلش يدبل، ما عاد في طاقة، ما عاد في حيوية، ما عاد في نشاط، في تبول كتير، ما بيلحق يفوت على الحمام، بصير إحساس بالجوع بشكل كتير كبير، وكل ما أكل بيرتفع السكر وبيزيد جوعه. فبتكون الأعراض صريحة وواضحة مباشرة. نحن المفروض يخطر على بالنا أنه نحلل سكر دم ونكتشف أنه إذا كانت الإصابة سكري أو لا. شو مدى خطورته على الأطفال اليوم؟ خاصة نحن أوقات بنحكي عن أعمار صغيرة وبيستمر معه المرض أحيانا لسنوات، فما مدى خطورة هذا الشيء؟ هلا السكر بحد ذاته هو ما له خطورة، الخطورة بارتفاع السكر. يعني أنا وقت اللي بحافظ على سكر دم متوازن ضمن الأرقام الطبيعية فأنا ما بخاف. ممكن يكون عندي طفل صغير وممكن يعيش 50 سنة ما عنده أي اختلاطات. الفكرة بالاختلاطات وقت بتصير هي ارتفاع سكر الدم، يعني ممكن يكون صار له بالإصابة 5 سنوات وبلشت الاختلاطات نتيجة أنه ال5 سنوات هو كان غير ملتزم، ما نو متابع علاجه، ما عم بيحلل، ما عم بيراقب سكره بشكل يومي، ما ملتزم بنظام غذائي، نظام علاجي، نظام رياضي. وقت اللي أنا بلتزم بهذا النظام أنا ممكن نعيش وما يكون عندي أي اختلاط أبداً أبداً. طب خلينا نحكي عن أنواع، مثل ما قلنا السكري عند الأطفال قلتي إنه 4 أنواع، لكن خلينا نحكي إنه أخطر نوع على الطفل، وهل في يعني إنه هو بده يكون مرض يتعايش معه طول عمره ولا ممكن يشفى منه؟ هلا لحد هلا ما في حالات شفاء بالنسبة لموضوع السكر. بالنسبة للأطفال المعالجة بتكون حصرا بالأنسولين، يعني هي عبارة عن إبر بتتاخد عدة مرات باليوم. ممكن يكون في أنواع جديدة بالبلد، أنواع جديدة، دراسات جديدة بتحكي عن أنسولينات حديثة ممكن تساعد على ضبط أكبر. ممكن يكون في مضخات بتساعد كمان، وحمية غذائية وكمان مضخات لضبط السكر إضافة طبعا للنظام الغذائي. هلا بصراحة هي مشكلة كتير نحن عم نعاني منها بالنسبة للأطفال، إنه نمط الحياة السيء اللي صاير كتير صعب إنه الطفل السكري يقدر يضبط سكره، القعدة الطويلة، الأكل الجاهز، الملونات الصناعية الموجودة بالأغذية، المعلبات، البهارات والتوابل الموجودة بالشيبسات وهالقصص، الزيت اللي عم بيكون موجود، هذا كتير عم بيأثر على رقم السكر وازدياد عدد المصابين بالنسبة للأطفال. البدانة، بيكون عندي طفل بدين، الموبايلات اللي موجودة دائما بإيديهم وهن قاعدين خفة الحركة، فكمان هذا بيكون أكثر عرضة للسكر. كمان اليوم عم نشوف يمكن كثير أفكار مغلوطة عند الناس أو حتى عند الأمهات، إنه أنا ابني إذا أكل سكر كثير، إذا أكل حلو كثير ممكن يصير معه سكري. البعض الآخر بيقول لا، ممكن هذا الشيء يكون وراثي. فخلينا نحكي أكثر عن بشكل مفصل عن هذا الموضوع. أنت نحن بنخاف على الطفل إنه يأكل سكر كتير، وهل هو فعلا بيحرق الطفل أو في خطر عليه؟ هلأ مرض السكر بالنسبة للأطفال ما له علاقة بالوراثة أبدا، تمام، النمط الثاني مرتبط بالوراثة. عند الأطفال ممكن يكون نقص مناعة، يعني نتيجة فيروس دخل على الجسم خرب البنكرياس وصار عندي إصابة سكرية. العلاج مثل ما قلت لك هو بالأنسولين.
بالنسبه للخطوره اذا كانت الام واعي، بصراحه هون يعني دور الام اكثر من دور الطفل، بدها تكون الام مثقفه سكريا، بدها تكون هي متابعه، لازم يكون عندي عده تحاليل باليوم، اهتم لنوع الغذاء اللي هو عم ياكله، لازم اعرف ابني شو عم ياكل وقديش عم ياكل، الانسولينات اللي لازم انا اخذها شو مدى فعاليتها، محفوظه صح محفوظه غلط، لازم في كثير يعني نحن هون بالجمعيه عندنا عم نعمل دورات توعويه تثقيفيه بس لحتى الامهات والسكريين والشباب السكريين حتى يكون عندهم ثقافه يقدروا هن يكونوا طبيعيين. يعني انا مو كل شوي بدي ادق للدكتور واساله شو ساوي، بس تكون انا عندي خبره، تكون انا كثير ريحت حالي وريحت المحيط، بعدين انه انا ما لازم التفت للشائعات اللي كثير منتشره انه اطحان ترموس، سلوق كوسه، اغلي ورق الزيتون، هالقصص هي كلها بالنسبه للاصابه يعمل اللي بده اياه بس ما يوقف علاج. تمام. في مشكله انه بيوقف الانسولين او بيوقف حبوب الفمويه، بيلتفت لهي الشائعات اللي بتكون منتشره، فنحن كمان هون ندخل بمتاهه، لازم يكون عندي ثقافه لحتى انا حل الموضوع وابتر اي اختلاط ممكن يصيب طفلي او يصيب الشخص السكري، وكون انسان طبيعي فعال بناء. يعني انا لازم اوصل لعمر اني انا عم بخدم ما عم بنخدم، هذا هي مشكله السكري، طوال ما انا منتبه وهو صديقي نحن ما عندنا اشكاليه ابدا. نعم، خلينا نحكي طيب في طرق معينه لانه الام تحمي طفلها من الاصابه بالسكري، يعني في هيك اسس معينه للوقايه من مرض السكري؟ مثل ما قلت لك بالنسبه للوقايه هو انا اهتم بنوع الغذاء، يعني انا بعد عن الوجبات الجاهزه ملونات الصناعيه، شوف ابني شو عم ياكل، لازم نتابع حركته ما يضل قاعد كثير، لازم شوف انه ابني عم بيزيد وزنه ولا لا، حتى الشباب يعني نحن المفروض ننتبه لهذا الموضوع، اغلب الشباب صار اكلهم برات البيت ما عاد اكلوا الاكل الطبخ او الصحي. تمام، ونحن كشباب واطفال بعدنا عن الارض، يعني ما عدنا اكلنا الخضره كثير، وجبات جاهزه كولا هالقصص هي، فهي كمان بتعمل بتاهل لانه يكون عندي انا نقص مناعه، ما عندي هالبنيه القويه لحتى انا وقف بوش اي فيروس ممكن يدخل لجسمي. نعم، بالنسبه كمان للجمعيه السوريه طبعا لرعايه السكريين، خلينا نحكي عنها بشكل تفصيلي اكثر، وشو هي نشاطاتها؟ الجمعية بتضم 10,000 مستفيد من الأشخاص السكريين، نشاطاتنا كثيرة ومتنوعة بس كلها توعوية، 90% هي توعوية، عندنا شقين للعمل بالجمعية، الشق الأول هو التثقيفي، محاضرات دورية، نعمل كل أسبوع محاضرة بتحكي عن السكري، الدورة هي 9 محاضرات، بيطلع منها الشخص السكري مثقف سكرياً، عنده قدرة إنه هو يقدر يضبط سكر دمه لحاله بإشراف طبيبه. الشق الثاني هو تأمين مستلزمات مريض السكري من أجهزة تحليل، شرايط تحليل، سيرنجات، أي شيء بخص موضوع المستلزمات الطبية اللي بتخص موضوع السكري موجودة عندنا. إضافة لنشاطات خاصة بالأطفال، نحن كل سنة بنعمل نشاطين أو ثلاثة خاصين بالأطفال، إضافة لكفالة طفل سكري يتيم، يعني وقت اللي بيكون في عندي طفل سكري ما موجودين أهله فهو بحاجة بصراحة لمبلغ كتير كبير من المال حتى يأمن العلاج، فنحن في عندنا كفلاء لهي الأطفال حتى تقدر تتابع حياتها بشكل كتير سوي. كتير مهم هاي النقطة، كتير مهم. تماما، إضافة للتشاركية اللي نحن بنعملها مع الأطباء مع المنظمات الدولية بنشر الوعي والثقافة والنشاطات اللي مرتبطة كمان بوزارة الصحة، مديرية الصحة، دائما في عندنا نشاطات مشتركة لحتى يكون في تشبيك أكبر، لحتى يكون في انتشار أوسع للمعلومة الصح، لحتى نكون عم نقدر نوصل الهدف اللي نحن عم نشتغل إليه. نعم، بما أنه دور الجمعية هو توعوي، شو هي أبرز الأخطاء المجتمعية أو المفاهيم المغلوطة عن السكري اللي عم تشوفوها عم تصححوها؟ هلأ بيقولوا لك أنه السكري بيطيب، لحد هلأ بصراحة ما عندي إصابة سكري هي طابت. الإشاعات الثانية مثل ما نبهت للموضوع أنه وقف دواك تمام وخد شيء معين ثاني، انه غلي ورق زيتون، طحان ترموس، هالقصص طب الاعشاب ما بيحل المشكله ابدا ابدا ابدا. المشكله اللي عم نعاني منها هو عدم مبالاه الشخص السكري بسكره، يعني وانا بكون سكري بقول لك انا سكري عالي بس انا جسمي متعود على السكر العالي، يعني انا سكري 400 بس انا متعود سكري عالي ماني حاسس بشيء. هي كمان ثقافه بصراحه، يعني بعد فتره معينه بصير عنده اختلاطات، ليزر لعيونه، غسيل كلية، بتورات أطراف لا سمح الله، فهي الثقافة كتير بقولك أنا ما برتاح بس ينزل سكري على 100 ببلش أتعب، أنا متعود يكون سكري عالي خاصة عند الكبار. هلأ الأطفال
بمجرد انت ما ضبطتي سكره بالاساس ببلش يحس بالارقام العاليه مباشره، بتصلح الموضوع. ابره انسولين ممكن تحل المشكله، وجبه زياده اكلها كمان ابره انسولين ممكن تحل المشكله. يعني انا بحس انه سكر الاطفال ضبطه اسهل من السكر عند الكبار، لانه في حل سريع. عرفت علي كيف؟ النمط الثاني حله مو سريع اللي هو الحبوب الفمويه، بتاخذ وقت لحتى انا نزل الارتفاع عن مريض السكري. اذا بدنا نحكي عن اضرار السكر على ان كان الاطفال او حتى البالغين، هل بتاثر يمكن اليوم على نشاطهم، على يمكن استيعاب الطفل اذا كان طالب بالمدرسه، وكيف نحن بنقدر نوصل كميه السكر المطلوبه للطفل؟ ما بدنا نحرمه هي الماده الغذائيه كمان، ولكن ما بدنا اياها بارتفاع. هلا النظام الغذائي اللي المفروض يتبعه هو ما بيحرمه من شيء. مفهوم الحميه غير مفهوم الحرمان. تمام. يعني انا بعمل الحميه مو معناتها اني انا محرومه. الحميه هي اني انا اكل كل شيء بكميه معينه وبقدر معين. تمام. اضافه لاني انا المفروض راقب، يعني انا اكلت صحن رز، يا ترى صحن هالرز قديش رفع لي سكري، قديش المفروض انا اخذ عليه انسولين. في عندنا معادلات نحن بنظبطها عند الشخص او الطفل السكري، نقعد معه بنعلمه كيف انت اذا اكلت تفاحه شو لازم تاخذ عليها لحتى انت تاكل التفاحه وما يرتفع سكرك. ارتفاع السكر العالي او المزمن، يعني اذا فتره طويله سكره عالي، فهذا بيوصلني لمشاكل كثيره، هي مثل ما قلت لك العينيه، الكلويه، بتورات الاطراف، ممكن يسبب فقدان وعي، وكمان هبوط السكر كمان عندي اياه مشكله. يعني انا المفروض كمان ادخل بميزان ضمن رقمين لازم يكون ضمنهم انا. تمام. يعني سكري ما لازم يتجاوز ال 180 وما لازم ينزل عن ال 70 ابدا، سواء على الريق او بعد الوجبات، لازم يكون في عندي هدف، يعني انه لا لازم اقل ولا لازم اكثر. ضمن هدول انا بكون بالسليم، انا ما بخاف على ابني، انا بضمن حياه سليمه طبيه صحيه، ابني نشيط، ابني فعال، ابني بناء، ما بخاف عليه ولا بعد 20 سنه حتى انه هو مريض سكري او مصاب بالسكري. طبعا. ممكن ما يقدر يتجوز، ممكن ما يقدر يتابع حياته. عندي كثير اطفال انا فاتوا على الجمعيه هلا تخرجوا اطباء. تمام. نتيجه طبعا. الضبط والالتزام وفهم مفهوم الثقافه السكريه، بصراحه السكري هو ثقافه. نعم. بس كمان زينب اليوم يعني نحن عم نسمع انه طفل بدنا نفهمه التفاحه كيف لما بناكلها قديش فيها يمكن سكريات، وكيف نحن بنقدر ناخذ الانسولين، عم ندخله هي المعلومات وهي الملاحظات كلياتها لحتى نحافظ على حياته كمان ولحتى نحافظ على جسمه. قد ايه هذا الشيء بده اسلوب، بيختلف كليا يمكن عن الاسلوب اللي نحن بنحكي مريض سكري بالغ قادر انه يستوعب. صحيح. بده يكون عندنا اسلوب كثير مميز. قد ايش هذا الشيء بتراعوه لما تكون تسقفوا الاطفال بهذا؟ بصراحه ما بخبي عليك، نحن عندنا الجمعيه يعني وقت اللي بيجوا لعنا الاطفال السكريين معتبرين البيت الثاني، يعني بيستنوا نهار العطله لحتى ينزلوا على الجمعيه لحتى يجتمعوا فينا. اول ما بيجي الطفل لعنا نحن نقعد معه هو واهله هو وذويه، نقعد باسلوب كثير سهل، بنبسط الموضوع، بنسهل الموضوع، بنحط سبل المعالجه البسيطه قدامه، بنعلمه هو ياخذ الابره لحاله. يعني تخيلي الطفل عم يحقن نفسه، قديش هو معناتها مستوعب، قديش هو متقبل. نحن بنوصل لهي المرحله عند الطفل، وصل لهي المرحله، بعدين بنجمعه مع اقرانه، يعني اشخاص سكريين، اطفال سكريين ثانيين، فبصير الموضوع اسهل. النشاطات اللي بنعملها وقت بيكون فيها مثلا 200 طفل سكري طالعين رحله او عاملين لهم وجبه غدا، فبيشوفوا كيف كل واحد عم ياخذ ابرته لحاله، كيف عم بيحلل، فهو بصير الموضوع عنده كثير طبيعي. تمام. بالعكس بصير في مبارزات انه شوف انا رقمي وانت شوف رقمك. تمام. يعني نحن بصير عندنا مثل تنافس انه انا سكري ظابط، انا خضابي ظابط، انت خضابك مو ظابط، خضاب السكري، فبصير عندي تنافس، فبصير هن عندهم حب لهذا الموضوع. يعني ما بخفيكي وماني عم بالغ انه وصلت موضوع السكري عند الاطفال ميزه، يعني انا صرت افرح انه انا طفل سكري لانه انا صار عندي ثقافه مختلفه عن الاطفال الثانيين. انا بروح على المدرسه بحكي لهم عن السكر لرفقاتي، انا بحلل قدامهم، بصيروا هن بيوقفوا جنبي بيتفرجوا شو عم ساوي، فانا حولت السكري من بدال مشكله حولته لميزه انا بفتخر فيها. نعم، يعني نحن فعلا بنتمنى فرح لكل الاطفال، هيك السلامه والامان، وان شاء الله هيك يا رب ما حدا بينضر منه خاصه بهي الفتره كمان. وكثير بنأكد على دور الجمعيات الصحيه ودورها التوعوي وخاصه بالامراض بما يخص
التعامل مع الأطفال. نحن نشكرك على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وبالتوفيق لكم للجمعية. شكرا لك، وأنا بوجه رسالة من الإخبارية، وشكرا لهالدعوة، بوجه رسالة لكل الأشخاص المصابين بالسكري. نحن بوابنا مفتوحة، أي طفل سكري، أي مصاب بالسكري، نحن جاهزين لنقدم الدعم والمساعدة والثقافة السكرية. شكرا لكم وشكرا لفريق العمل. شكرا لك مرة ثانية.